السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم ومساءكم. لأول مرة هذه الشعبة عدد الحضور قليل، لأول مرة in the history of discourse. طيب anyway، العدد قليل جدا، يعني كنت مفكر حتى ما حدا راح يجي. anyway بدنا نتشكر اللي حضروا، وبنشوف من هون لآخر اللقاء كم عدد الحضور حيوصل. في كذا announcement حنعملهم at the end، بس تذكروني فيهم وخلينا على عجالة نبدأ هذا الشابتر، chapter 19. إحنا in the previous lecture we finished talking about chapter 18. Today we'll try to finish this chapter. ما راح ناخذه كله، ما راح نغطي كله، ولكن حنغطي أول two sections. Okay, still we are talking about planar kinematics of rigid body. متذكرين أول لقاء حكينا حنحكي عن الريجيد بودي بكل الشباتر ما عدا أول شابتر. Still we are talking about rigid body, but we'll talk about impulse and momentum. Sections we covered in this lecture, as I told you, section 18.1, 18.2. We'll talk about linear and angular momentum. Linear عادة نعطيها رمز L, angular رمز H. Okay, angular momentum, principle of impulse and momentum. Objectives will develop a formulation for the linear and angular momentum of body. هذه الهدف لسكشن 19.1. Okay, so حنشوف الـ equation لكل term, linear والangular. And then we'll apply the principle of linear and angular impulse. هذه بـ 19.2. And hopefully we'll finish this course once we end this one. طيب الـ application، حنشوف application على الـ angular والlinear momentum في الـ bridges. Okay. وتصميم الجسور ونقطة الارتكاز ونقطة الدوران، كل هذه بتأثر. فهذا السوينج بريدج، هذا البريدج ممكن يعمل سوينجينج، بالتالي بيفتح للبواخر انها تمر بهذا الاتجاه وبهذا الاتجاه. اوكي، زي ما ملاحظين الشكل بيلعب دور كبير في السوينجينج. الكروس سكشن اللي عندنا هون، هون عندنا فيري ثيك ات ذا ايدجز، فيري ثين. اوكي، نقطه الدوران، نقطه A. ففي هون عده اسئله ممكن بعد ما نخلص هذا الشابتر ترجعوا وتشوفوا وتحاولوا تجاوبوا عليه. اوكي، ليش الكروس سكشن بهذا الشكل؟ ليش نقطة الارتكاز عند A مش عند B، اتسترا. اكسبيرمنت مشهورة كثير اللي هي الامباكت اكسبيرمنت، حتعملوها انتم كطلاب صناعي، مدني، ميكانيك، بناء. اوكي، سو حتشوفوا هذه التجربة. Okay, and you will learn. بس ما أعتقد إنكم هتحسبوا ال angular وال linear momentum. Linear momentum اللي هو هذا term، وال angular momentum اللي هو هذا term، هذا h وهذا l. Okay, زي ما حكيت لكم هذا ال application، read it later وحاولوا تجاوبوا الأسئلة اللي محطوط عليها. طيب again، في عنا rigid body here. This is a rigid body. وزي ما انتم ملاحظين هذا الريجيد بودي في له لينير مومنتوم L equal MVG، حنحكي عنها in detail now. Okay. وكمان زي ما انتم ملاحظين في لها انجلر مومنتوم HG على السنترويد IG أوميجا. Okay. وبما انه ال L MVG لا هي مع الاكس ولا مع الواي، فهي بتتحلل. حل القيمة مع الاكس وقيمة مع الواي. اوكي. ومن البولد، إذا أنتم ملاحظين السيمبلز بولد، it means نحكي قاعدين عن فيكتورز. فدائما اللينير مومنتم الفيكتور، بما أنه بنحكي عن بلانر، حيكون في لها كومبوننت في الاكس، كومبوننت في الواي، والانجلر مومنتم حتكون في الزد. اوكي، سو في عندنا اكس واي زد دايركشنز.
تمام. طيب. So the linear momentum اللي هي رمزها L of a rigid body is defined as L equal mass multiplied by the velocity of a centroid. Okay. This equation, هذه الإكواجن فيها two meanings or two values or خلينا على meanings أفضل two meanings that the linear momentum is a vector. Okay. هذه vector as well the velocity is a vector. وبالتالي it has a magnitude اللي هي الماس في الفيلوسيتي الله هي راحة البولدي okay the magnitude and the direction واللي هو بيكون دائما اتجاه ال L بنفس اتجاه الفيلوسيتي فلاحظوا السنترود هذا بتحرك بالفيلوسيتي بهذا الاتجاه وبالتالي ال L حتكون إلها نفس الاتجاه okay so as a magnitude الماس في الفيلوسيتي as a direction نفس direction للفيلوسيتي ووحدتها very previous اللي هي الكيلوغرام multiplied by meter per second. Okay, so kilogram meter per second هذه في SI unit هذه في British unit عادة ما بنستعمل بدل الكيلوغرام slug بدل الميتر foot. The angular momentum h of a rigid body واللي هي defined according to this equation وهذه الإكواجن again في إلها two information information الأولى the magnitude with direction as you can see this is vector as well والأوميجا is a vector so the vector quantity having magnitude ال I multiplied by the omega with direction اللي هو نفس اتجاه الأوميجا okay which is always perpendicular to the plane of motion واللي هو الزد direction simply والوحدة لها very obvious okay اللي هي وحدة الأوميجا مين يحكي لي وحدتها وحدة الـ I الـ mass moment of inertia معنا الشباب يلا يا شباب نورة يا نورة هل تسمعيننا؟ اه دكتور انا معك بس النت مش عارفه شو معناه بالصباح الصوت كله عم بيقطع صوتي بوصل عندكم بتقطع؟ لا هو من عندي يعني انا احتني حتى خمس دقائق لقدرت افوت على المحاضره كثير النت بطيء طيب اوكي سمعت السؤال؟ لا طيب اعطينا اليونتس للماس مومنت اوف انيرشيا وللاوميجا تمام اللي هم كيلوغرام بير مينت بالمينت متر تربيع بير سكند الاوميجا ايش وحدتها تمام يلا يا نورا راد بير سكند الاوميجا يس سو واضح انه النت عندك سيء طيب وحكينا سابقا انه قد اتس نوت يونت بالتالي الوحده للانجلر مومنتوم اللي هي كيلوغرام متر بير سكند اوكي سو هذه بتصفي وحده الانجلر مومنتوم تمام سو الها ماجنتيود اي جي اوميجا والها دايركشن نفس اتجاه الاوميجا هلا الانجلر مومنتوم المعادله هذه في لها اشتقاق واشتقاقها زي ما احنا شايفين هير اوكي سو لاحظوا انه الانجلر مومنتوم هي ناتج كروس برودكت ما بين الفيكتور البوزيشن فيكتور ار كروس برودكت اللينير مومنتوم ال اوكي فلاحظوا اذا عملنا كروس برودكت الار اللي هي عباره عن السميشن للاكس والواي اوكي اكس واي وبتطلع معانا after derivation بهذه الطريقة طبعا هذه for any point for an arbitrary point زي ما انتم ملاحظين هير ولكن اذا كنا بنحكي انه ال arbitrary point هي نفس السنترويد فهذول ال two terms will cancel out and we end up with I multiplied by omega وبهذه الحالة بما انه ال arbitrary point مع السنترويد coincide together فبقدر اعبر عنها IG omega وهذه كمان بنفس الطريقة. Okay. Very good.
هلا الريجيد بودي زي ما احنا بنعرف في له 3 تايبس اوف موشن، ترانسليشن، روتيشن، والجنرال بلين موشن. فاذا جيت انا سالتكم في ترانسليشن مين يعطيني الايكويشن اللينير مومنتوم والانجلر مومنتوم؟ للسنترويد. زهراء linear mvg الماس multiplied by vg. very good. زيرو حتساوي. وهذه زيرو. زيرو ليش زيرو؟ انه ما في دوران، ما في اوميجا. very good. so هذه translation. طيب لو جيت يا زهراء واخترنا نقطة هير مثلا سميتها A، وجيت حكيت لك او جدي لي ال A و H A. ال A نفسها بس نراعي انه لا نفسها بتكون بس H A من نفس المعادلة الاولى اللي كانت لاني بوينت نعوض فيها. كويس. وال H A انه رح نعوض فيها ال X M V B Y ناقص ال Y M V B X. very good excellent. so لاحظوا انه زميلتكم رجعت واستعملت القانون هذا الـ definition. okay so اجت حكت الـ hg0 لانه ما في rotation، ولكن بالنسبه للنقطه الثانيه فانا ممكن استعمل الـ position vector from r to g، بالتالي بيكون في عندي component في الاكس وcomponent في الواي. very good. طيب وبالنسبة للروتيشن about fixed axis، لاحظوا انه التثبيت على نقطة غير السنترويد، بالتالي اذا بدي اروح اوجد اللينير مومنتوم الماس في الفيلوسيتي في جي. اوكي زي ما انتم عارفين انه السنترويد حيعمل سيركلر باث، والفيلوسيتي اتجاه التانجنت، والال حتكون بنفس اتجاه الفيلوسيتي، والانجلر مومنتوم السنترويد بيعمل روتيشن، بالتالي هذه في لها قيمه. تمام. نفس الشيء لو اجينا حكينا الاتش او شو بتساوي؟ مين يعطيني معادله الاتش او؟ الانجلر مومنتوم اباوت بوينت او. كم كومبوننت بيعمل انجلر مومنتوم؟ طلعوا للرسمه. في عندنا هذا الكومبوننت بيعمل انجلر مومنتوم، سو بنيجي بنكتب اتش جي، واللينير مومنتوم وذ ريسبكت تو بوينت او كمان بيعمل انجلر مومنتوم اللي هي بلس ار كروس برودكت ام في جي. اوكي وزي ما تعلمنا سابقا هذه بنقدر نختصرها وتصير I-O في أوميجا. اوكي I-O أوميجا. حدا بيعرف يحكي لنا كيف هذه ممكن تمشي زي هيك؟ نادين وير ار يو؟ هيني بنعوض ال V أوميجا R. ال V أوميجا R فبتصير عندنا R squared. very good. طيب بعدين بنطلع الأوميجا عامل مشترك، ومكان ال HG ايش بنعوض؟ IG أوميجا. IG أوميجا. very good. very good. خلص الأوميجا common factor، وبتصفي المعادلة IG plus M R squared واللي هي عبارة عن ال parallel axis theorem اللي هي ال IO. very good. وال general plane motion again في عنا ال velocity، نقدر نكتب ال linear momentum equation، وفي عنا rotation فبكتب ال HG IG أوميجا. ونفس الشيء لو بدي اروح احسب لل اتش اي بنفس الطريقه اللي حسبنا فيها هير. اوكي سو هذول هم المين ايكويشن. لو رحنا واستعملنا اني اذر بوينت في حاله ترانزليشن حتصير فيه لها قيمه، ولو رحنا حسبنا لل اني اذر بوينت هنستعمل هذه الايكويشن، وهذا هو الديريفيشن. And here the same.
ممكن نروح نحسب لأني other point، ممكن نحسب كمان للإنستينيوس سنتر إذا كان في عندي إنستينيوس سنتر بنفس الطريقة بنفس الديريفيشن. طيب خلينا نشوف سؤال على سكشن 19.1. زي ما حكينا 19.1 هذا السكشن فقط بنتعرف على معادلات اللينير والأنجلر مومنتوم، تمام؟ So let's read this question together. A given instant, the 5 kilogram cylinder bar has the motion shown in the figure below. So هذا البار في وزن مقداره 5 كيلوغرام، وانس انه سلندر معناته there is no thickness. Okay, if thickness ignored. This is the mean. It has thickness, but it's ignored. Determine its angular momentum. ترجموا لي اياها symbols about G and about IC. So في عنا here two requirements. مين يعطيني اياهم؟ هرياب زهراء. ال H عند البوينت G وال H عند البوينت IC. Very good. So we need to find it out. HG و HIC. هذا السؤال يعني من أول ما بدينا المادة هذه وهو بيجينا، يعني تخيلوا مقدار الأسئلة اللي ممكن تيجي على سؤال زي هذا من بداية الكورس لحد الآن وإحنا نحكي عن نفس السؤال ولكن بديفرنت given information and requirement. طيب كيف ممكن نحل هذا السؤال؟ هات لشوف احكوا لي. أول مطلوب اللي هو الأنجلر مومنتم للسنترويد. نيو هانس اليوم زهراء ونادين وخلينا نقول زهراء هي الفالنتير احنا الباقي بنختارهم. عابد انت في الجامعة قبل شوي كنت عندي، هات لشوف عندك ازعاج ولا هدوء؟ دكتور نرسم الاي سي اول شيء. نرسم الاي سي اول شيء. ليه بتلزمنا الاي سي يا عابد؟ انا مطلوب منا اتش اي سي. اي سي طيب احنا لسه في الاول مطلوب او بنعمل تحديد، يعني بنعمل تحديد، مش عارف شو قصدك نعمل تحديد. طيب خلينا نشوف الاتش اي جي شو بتساوي فيرست اوف اول عشان نعرف من وين نبدا ومن كيف نبدا السؤال، بدناش نحل اشياء مش مطلوبه منا. اوكي سو هذه الانجلر مومنتوم اللي هي عباره عن الاي جي ملتبلايد باي اوميجا، ولاحظوا انه الماس مومنت اوف انيرشيا سهل جدا انه نحصل عليها لانها شو بتساوي؟ الاي جي شو بتساوي؟ للسلندر بار زهراء واحد على 12 ام ال تربيع ام ال سكويرد، واعتقد انه معانا الماس اللي 5 كيلوغرام ومعانا الطول الكلي اللي هو 4 متر. اوكي فالاي جي سهل جدا نوجدها. بضل عندي الاوميجا. الاوميجا جيفن. Do we have it؟ هل معنا الأوميجا يا شباب؟ زهراء go ahead. لا نستخدم قانون relative velocity. Yes ممكن نستعمل relative velocity وممكن نستعمل اللي حكى عنه زميلك. نحن نستخدم the instantaneous center. Very good. Okay so the instantaneous center. يعني هذه الكيس في the instantaneous center اللي هي الثانية. إذا كان عندي two non-parallel velocities، okay، فإذا هذا تحرك بهذا الاتجاه، هذا للأسفل، عمودي على الاثنين، هذا للأسفل بتحرك، هذا عمودي، like this، وهون عندنا عمودي، okay، بالتالي the IC will located here، تمام؟ هلا. حنستفيد من الاي سي لايجاد الاوميجا زي ما حكينا. سو الاوميجا شو بتساوي؟ اور خلينا هذه نصغرها بس. اوكي سو الفي اي تساوي، خلينا اكتبها ان تيرمز اوف ريلاتيف فيلوسيتي، نعملكم هيك ريفرش. في اي سي
plus VA with respect to IC وزي ما اتفقنا هذه instantaneous center of zero velocity بالتالي سرعتها zero وتساوي الأوميجا اللي بدنا إياها للبار AB multiplied by a distance اللي هي R A with respect to IC. Okay, طبعا هور here cross product. إحنا we can imagine the rotation. هل clockwise ولا counter? What do you think? الأوميجا كيف اتجاهها? It will be clockwise. Okay, هذا هو اتجاه الأوميجا. كويس. بالتالي ما في داعي نروح نعمل cross product. ممكن بسهولة جدا نطبق الـ dot product ونحصل على النتيجة اللي احنا بدنا اياها very quickly. Okay. لاحظوا انه الـ VA معانا. الـ distance ما بين الـ IC والنقطة A هذه هي RA with respect to IC. ومين يوجد لنا اياها؟ RA with respect to IC. زهرة go ahead. 4 كوساين ال 30. Very good. So 4 كوساين 30. لاحظوا انه هذه الديستانس اللي عندنا هون هي نفسها هذه. Okay. وتساوي كم تطلع هذه؟ 1.7 يمكن 1 point something. في حدا حسبها؟ مالكم اليوم طافيين؟ 3.46. Okay, so here is 3.46 meter. Is it meter? Yes, meter. طيب, so هيك صار عندنا ال R given والأوميجا وال V given. نقدر نحسب الأوميجا واللي هي بتساوي ال velocity 2 meter per second divided by 3.46 I think وتساوي مرشود ونادين حسبون لكل واحد حسب قيمة I'm not sure which one is correct اطلع 57 أو 58% Okay, so you agree with نادين هنروح مع أجوبتكم يا صبايا So 5.8 رات بير سكند طيب إذا رجعنا على هذه المعادلة صارت الأوميجا معانا تمام وبالتالي أنا بقدر أحسب الأنجلر مومنتوم with respect to centroid so HG وتساوي 1 over 12 multiplied by mass اللي هي 5 kilogram multiplied by L اللي هي 4 meter squared okay multiplied by الأوميجا اللي هي 0.58 وتساوي طبعا هذه 0.58 مقربة لا سمعتي اليوم انتم كلياتكم النت عندكم سيء مش عارف شو السبب حتى بالجامعة يعني مش قوي بقطع sometimes. So the answer is 3.85 according to مرشود. Okay, خلينا نروح مع مرشود أو 87 not big deal. وإيش اليونت؟ كيلوغرام متر سكوير اللي هي وحدة الانرشيا divided by second. Okay. So هذا أول مطلوب. المطلوب الثاني find out HIC وتساوي ممكن أكتبها بطريقته ممكن أكتب ال inertia mass moment of inertia with respect to IC multiplied by omega. Okay. أو ممكن نكتبها بالطريقة الثانية اللي هي تساوي H plus centroid okay plus R multiplied by mass في ال VG ليش كتبناها بهذه الطريقة؟ طلعوا
لو جينا وكملنا ورسمنا خط ما بين الاي سي والسنترويد، بالتالي انا ممكن بسهوله اعرف اتجاه الفيلوسيتي اللي بتكون عمودي. بس خلينا نمسح الاشياء الزياده، خلينا نمسح هاي. عمودي ده، حاول ارسم عمودي صح. يس سو هذه الفي جي واللي هي بتكون عمودي، وبنفس الوقت هو نفسه اتجاه مين؟ اللينير مومنتوم اللي هي ال. سو ال تساوي الماس في الفيلوسيتي. ناو اذا انا بدي احسب الاتش اي سي، فبنطلع على على الكيناتيك دايجرام، حنشوف في عندنا ال اتش جي باتجاه بنفس اتجاه اوميجا. سو هذا اول كومبوننت بيعمل انجلر مومنتم اباوت اي سي، سو اتش جي. وفي عندي كمان انجلر مومنتم اللي هي ديو تو لينير، سو لينير مومنتم ملتبلايد باي ديستانس، هذه ار جي وذ ريسبكت تو اي سي. هون بنكتب ار جي وذ ريسبكت تو اي سي ملتبلايد باي هو ال جي، وهذه كلها بنستبدلها زي ما حكينا قبل شوي بالاي اي سي اوميجا. سو اتس اب تو يو، بدكم تكتبوها بهذه الطريقه اتس اوكي، بدكم تكتبوها بهذه الطريقه برضه بيمشي الحال. وبدل الاي اي سي تكتبوا اي جي بلس ام ار سكويرد، بنفس نعبات تعطيكم نفس النتيجه. تمام اوكي. سو الاتش جي احنا اوريدي حسبناها، هذه اوريدي معنا اوكي. الار لسه ما بنعرف كم قيمتها، والفيلوسيتي للسنترويد كمان ما بنعرف قيمتها. سو وي نيد تو فايند ذم. هاو تو فايند ذم؟ سمبلي اوكي. ممكن كمان زي ما حكيت زميلتكم قبل شوي الفي جي اعوض مكانها ار اوميجا اوكي، بتصير عندنا اوميجا في الماس في الار سكويرد. تمام خلينا نعوضها او خليها زي يعني مش فرق كبير. طيب خلينا نوجد الار في البدايه. الار كم هذه قيمتها؟ هذه كم قيمتها؟ مين بيقدر يحسب لنا اياها؟ يا شباب لاحظوا انه هذا السنترويد 4 ساين 30 4 ساين 30 4 ار جي وذ ريسبكت تو اي سي 4 ساين 30. لاحظي مين اللي حكى؟ انا نادين. اوكي لاحظي انه هذه الديستنس العموديه اللي انت حكيت عنها 4 ساين 30، وهذه الديستنس الافقيه 4 كوساين 30 اوكي. فاذا بدي اسقط انا عمود هير وعمود هير، لاحظوا هذول الديستنسز تقسم مناصفة اوكي، ممكن تمشي فيها على اساس الزوايا. فهذه 4 كوساين 30 على 2 اللي هي هذه الديستنس، يعني 3 بوينت اعتقد اعطيتوني اياها 3.46 يمكن كانت ديفايدد باي 2 اللي هي هذه الديستنس، وهذه الديستنس اللي هي 1 4 ساين 30 2 ديفايدد باي 2 تعطينا 1. سو هذه الديستنس 1 وهذه الديستنس تقريبا 1.6 تقريبا 1.7 ممكن. فاندر روت سكوير تطلع هذه القيمه، كم تطلع هذه القيمه؟ في حدا حسبها؟ سو هذه اتس نوت كوريكت. سو ذا كوريكت انسر از 1 سكوير بلس 3.46 divided by 2 squared.
عند الروت سكوير كم تطلع يا مرشود؟ كيف بدها تطلع 4 مرشود؟ Come on, give me a break. 2. Yes. So 2 meter. نرجع على السولفينج بورد. So الآن صرنا عارفينها الفيلاسيتي كمان نقدر نعرفها اللي هي عبارة عن الأوميجا multiplied by R والأوميجا حسبناها قبل شوي أعطتنا كم كانت الأوميجا 3.85 أعتقد كتبناها multiplied by distance اللي هي 2 تطلع معي الفيلاسيتي. بطيئين اليوم في الحسابات مالكم مش عارف الـ 0.57 شي هي اللي طلعت لنا اياها يعني. مش كانت هاي هي الأوميجا؟ الأوميجا كانت 0.5 really؟ طيب so 0.58 تطلع معنا الـ velocity تقريباً 1 point something 1.154 meter per second عوضهم كلهم. So the angular momentum 3.85 plus the R اللي هي 2 multiplied by 5 kilogram multiplied by 1.154 وبتطلع معانا the final answer كم تطلع؟ عابد 15.4 again kilogram meter squared second. Okay. Yes, same answer. هذه simply كيف ممكن نحسب ال angular momentum واللينير momentum as well. ولاحظوا هنا الاتجاهات نفس اتجاه الأوميجا clockwise clockwise مع عقارب الساعة. طيب خلينا نروح للسكشن الثاني 19.2 نحكي فيه على الـ principle of impulse and momentum. As the case of particle motion, the principle of impulse and momentum for a rigid body is developed by combining the equation of motion with kinematics. And this resulting equation allowed direct solution to problem involving force, velocity, time. وهذه هي الكومبينيشن اللي احنا بنهتم فيها. وهذه اللي بتعطيني الكي انسر لأي سؤال بيجي على هذا السكشن. Okay. إذا شفنا هذه الكومبينيشن force, velocity وtime بنص السؤال نعرف دايركتلي انه حنحل على اللينير امبلس لينير مومنتم ايكويشن او الانجلر امبلس انجلر مومنتم ايكويشن. لاحظوا البرنسبل في عندنا برنسبل للامبلس في عندنا برنسبل ايكويشن للمومنتم. اوكي فخلينا نبدا مع اللينير امبلس اند لينير مومنتم. Okay. أنا ممكن هون حكيت نوع الأنجلر I mean في عنا principle للlinear وفي عنا principle للأنجلر تمام. فلاحظوا هذه هي linear impulse linear momentum equation. هذا term يمثل linear impulse وهذول two terms اللي هم linear momentum قبل شوي تعرفنا عليهم. ولاحظوا here's summation. So إذا كان في عندي أكثر من force بعوضها وإذا كانت الفورس كونستانت بتخرج اوتسايد الانتجريشن فبتصير الفورس ملتبلايد باي الدلتا تي طبعا سميشن إذا كان عندي أكثر من فورس وإذا كانت الفورس كونستانت الفورسز لل وطبعا هي التعويض اللينير مومنتوم اللي هي الماس في الفيلوسيتي واللينير امبلس اللي هي الفورس في التايم وهذه على ستيت 2. لاحظوا هذه على state 1 وهذه على state 2 وهذه الباث من 1 ل 2. اوكي الانجلر امبلس ذا سيم نفس الترتيب المعادلات. here we have the angular impulse اللي هو المومنت في التايم and here we have angular momentum.
على state 1 و state 2. إذا بتتذكروا هي نفسها الـ principle of energy شفنا بالشابتر السابق, ولكن in terms of kinetic و in terms of work. طيب وتساوي I G Omega و here is summation. إذا كانت المومنت variable بتضلها inside the integration, إذا كانت constant will go outside. Simple. Previous relation can be represented graphically by drawing the impulse linear momentum diagram. وعادة لو إجا سؤال بالامتحان على هذا التوبيك بنطلب الرسمات. Okay. فلاحظوا حكينا عنا بيكون state 1 state 2 وفي عنا state from 1 to 2. State from 1 to 2 إذا كنا بنحكي linear impulse linear momentum فحنشوف ال L في state 1, حنشوف ال forces في ال from 1 to 2, وحنشوف على ال other side اللي هي ال L2. L2 okay. إذا كنا بنحكي عن angular impulse angular momentum حنشوف ال H1 على state 1, هير حنشوف كل ال external momentum على هذه الرسمة, وعلى هذه الرسمة حنشوف الـ angular momentum 2 state 2. وهذه الرسمة بتعطينا indication إنه حيطلع معاي how many equation, how many equation at the end will have. مين يحكي لي؟ عندنا معادلة في الـ X ومعادلة في الـ Y ومعادلة في الـ Z direction. X و Y مين المسؤول عنهم؟ لاحظوا إنه linear impulse linear momentum حكينا هذه بتكون في الـ X Y, فهذه حتعطيني معادلة في الـ X, هذه حتعطيني معادلة في الـ Y, والـ angular momentum angular impulse حتعطيني معادلة في الـ Z. فصفى أنا عندي at the end three equations. Okay. هذا الحكي written here. Three equations. وهذا هم ال three equations. In terms of scalar. Okay. قبل شوي كانوا مكتوبين bold vector. Now they are scalar. زي ما حكينا إذا كانت ال force constant outside the integration نفس الإشي للمومنت. Procedure for analysis. Establish XY reference frame. Draw impulse momentum diagram, linear momentum, angular momentum diagrams. نرسمهم على نفس الرسمة. State 1 وعلى other side state 2 والstate 1 مجموع لها الباث. Okay. Compute the mass moment of inertia. Apply the equation of impulse, the three equation. إذا كان إذا كنا بحاجة ل more than three equations ممكن نروح نستعمل kinematic equation, kinematic relation. Okay. إذا كان ال acceleration constant في إلهم معادلات, إذا كان acceleration variable كمان إلهم معادلات. نفس الإشي applies for the angular acceleration. طيب خلينا نشوف أسئلة. A 30 kilogram wheel has a radius of gyration about its mass center IO. So هذا mass center ومعطي اسم O بدل الG. Okay, it works. So هذه ال IG or sorry ال radius of gyration, وبالتالي بقدر أحسب ال IG ال IO اللي شو بتساوي الماس لهذا الويل multiplied by ال KO squared. وتساوي 30 كيلوغرام multiplied by 0.4 squared. وتساوي 4.8 كيلوغرام متر squared. If the wheel is subjected to a couple moment,
سو في عليه مومنت. بس لاحظوا هنا الإضافة. Determine its angular velocity. Omega is unknown. 6 seconds after it start from rest. And consider it with no slip. Okay. لاحظوا هير ذكر المومنت بدل الفورس. ذكر إنه بده angular velocity وذكر التايم. So three combination. بس نقرأ سؤال زي هيك اوتوماتيكلي بعرف انه انا لازم احله على البرنسبل اوف امبلس اند مومنتم ايكويشن. اوكي بما انه جايب لي معلومات عن المومنت معناته ممكن اروح دايركتلي على معادله المومنت. معادله المومنت ايش بتحكي لي؟ h1 plus summation integration moment dt وتساوي H2. طبعا هذه مومنت. بس قبل لا نطبق هذه المعادلة خلينا نروح نرسم الدياجرام. اوكي ونحدد الكوردينيتس. سو هذه X هذه Y. اوكي والروتيشن كيف العجل بلف عشان نضل ماشيين نفس الشيء كلوك وايز عشان ما يطلع عندي إشارات سالبة وأنا مش منتبه عليها. طيب الدياجرام اللي عندي حيكون في عندي state 1 plus state 2 state 1 to 2 sorry وتساوي state 2. طلع العجل الأخير أكبر واحد. So هذه state 1 1 to 2 وهذه state 2. على state 1 إيش بنشوف؟ بنشوف اللينير والانجلر مومنتم. اليوم مشاركتكم سيئة شو مالكم؟ طبعا هذا الجراوند هو رولينج وذاوت سليبينج وطبعا هذه السنترويد او اللي سماها او so you can choose g to be consistent with the previous slides. طيب على state 1 ايش بنشوف؟ المفروض نشوف بما انه هذا بيعمل rolling بنشوف linear momentum اللي هي L1 لانه احنا عارفين انه السنترويد بتحرك horizontally with the path ل object بيعمل rolling. So هذه M VG1 وبنفس الوقت هو بيعمل rotation وبالتالي حشوف H1 اللي هي تساوي I G في أوميجا وممكن نسموها أوميجا 1 لأنه على state 1. هلأ هذه بالنسبة لأول دياجرام. الدياجرام الثاني إيش بنشوف؟ بنشوف كل زهراء بنشوف كل القوة والمومنت. راح نشوف المومنت اللي هي 300 نيوتن متر المومنت وكان حكي لي انها كلوكوايز دقيقه نتاكد يا مرسوم على الرسمه نشوف كمان الويت خلينا بس نكتب المومنت اللي هي 300 نيوتن متر والويت للاسفل كويس نشوف كمان الفريكشن طبعا بدنا نكتبهم ان تيرمز اوف مومنت اوكي سو كلياتهم حيكونوا مضروبين في التايم يعني بدهم يكونوا جاهزين يعني اذا نرجع للمعادلات عملنا هذا سابقا في شباتر سابقه اذا بنشوف المعادلات في عندنا هنا دائما الويت ملتبلايد باي التايم والفورس ملتبلايد باي التايم والمومنت ملتبلايد باي التايم اوكي ليه لانه بنهيئهم للمعادلات طلعوا هون المعادله force multiplied by time هذه هي linear impulse here the same هذه هي angular impulse الماس المومنت في التايم فلما بنيجي بنرسم على الرسمه بنيجي بنضيف التايم سو هذه خلينا نمسح ال 300 بنضيف التايم هيك بتصير angular impulse الويت زهراء multiplied by بالتايم
طيب وعند النورمال فورس كمان. نورمال فورس ايش ماله هذا؟ الاعلى في تي نضربها في التايم. في كمان فريكشن. الفريكشن فيري جود. فريكشن تايم مضروب التايم. فيري فيري جود. طيب هلا على سيت 2 اجين في عندنا ال السنترويد بتحرك still in the horizontal path. بالتالي هذه ال L2 okay. وكمان still rotate. وإحنا أصلا بدنا الأوميجا. هلا بنرجع لما أعطيت السؤال. So we need to find omega state 2. So الإشي المطلوب من السؤال determine the angular velocity 6 seconds after it start from rest. So we need to find omega 2. لاحظوا state 1 ايش الشيء المميز عند state 1؟ ايش حكى لي معلومه بنص السؤال؟ Six seconds after it start from rest. هو كأنه 6 seconds ايش تمثل هذه؟ دلتا تي. كويس ممكن تزبط دلتا تي ولكن هذه basically it is state 2 صح؟ after it starts from rest. From rest هذه state 1. So هو الويل هذا بدأ from rest at state 1. So start from rest وبدنا نوجد الأوميجا 2 لما time T2 صار بساوي 6 seconds. دلتا تي حتساوي 6 seconds. كويس تمام. طيب هلا اذا بدنا نروح نطبق معادله الانجلر مومنتوم خلينا نبدا فيها. يعني ممكن يلزمنا معادلات ثانيه ممكن بس خلينا نبدا في الانجلر مومنتوم اللي هي ايش بتحكي لي؟ الاتش 1 بلس سبميشن انتجريشن مومنت في التايم وتساوي اتش 2. هلا بيجي نسأل حالنا السؤال الشهير المومنت الانجلر اور الامبلس about which point ممكن ناخذها about the centroid ولا مع النقطة اللي مع الأرض. يعني هما في نقطتين مهمات. Which one is better؟ مين النقطة أحسن من الثانية؟ حدا غير زهراء؟ ياسر سمعنا صوتك. حولين الاي سي لانه سرعته صفر. لانه سرعته صفر هذا هو السبب. مش عارف. طيب خلينا نسمع من مرشود. مرشود شو رايك؟ ممكن تعيد السؤال دكتور معلش؟ هلا هذه الانجلر مومنتوم وي نيد تو تيك ات اور تاكل ات اباوت سيرتن بوينت. يعني ممكن نكتب قبل شوي اذا بنرجع بالسلايدز كتبنا المعادلات ان تيرمز اوف سنترويد. لاحظوا هنا ان تيرمز اوف سنترويد ان تيرمز اوف سنترويد اوكي ايفري وير سنترويد. طيب في حالتنا هون هل الافضل اخذ السنترويد ولا نقطه ثانيه؟ مين افضل؟ يمكن السنترويد دكتور عشان معي الاي او. طيب ممكن جاهزه عشان معانا حسبناها بالاول فوق. طيب كويس يعني بتسهل علينا صحيح بس خلينا نشوف هذا الترم. يعني انا كل سؤالي عن هذا الترم. شو رايك لو اخذنا about the centroid how many unknowns حيظهر عندي في المعادله؟ two unknowns including الاوميجا. الاوميجا اول unknown. طلع لو اخذناها about the centroid الفريكشن فورس هتعمل مومنت بس الفريكشن فورس مش معانا unknown.
مظبوط ولا ال N normal force. normal بتمر في النقطة ال. صح. so هذه هتلغي الويت هيلغي. okay ولكن الفريكشن هيضل موجود. وضحت إلى نأخذها تحت أحسن. yes so لو أخذناها على نقطة الجراوند لو سمينا هذه نقطة الاي سي فبنروح وبنختار الاي سي بوينت هذه with respect to IC IC point وهذه كمان نفس الشيء with respect to IC لاحظوا إذا أخذنا المومنت with respect to IC اللي friction force will cancel out ما حتظهر في المعادلات النورمال رياكشن كمان مش راح يظهر الويت مش راح يظهر okay. فقط المومنت تمام واضح يا شباب واضح دكتور طيب هلا لو بنريج نطبق المعادله هذه طبعا دائما لازم تحلوا بنفس الطريقه اللي بحل لكم فيها يعني بنفس السيكونس عشان تكون الامور اسهل عليكم واضح ان النت بطيء طيب نيجي الاول تيرم ايش رايكم هذا التيرم شو بيساوي اللي هو الاي جي اور الاي اي سي سوري في الأوميجا 1 إيش رأيكم؟ هذا الترم إيش بيساوي؟ if it start from rest zero simply هذا الترم zero ما في له قيمة because it starts from rest plus إيش ضل عندي من ال external moments والفورس إذا هذه التغت وهذه التغت لأنه أنا ما أخذت about السن about نقطة الجراوند، okay وهذا التغضل عندي مين؟ المومنت في التايم. mt. yes. المومنت في التايم اللي هي دلتا تي عشان نكون more precise بعد الانتجريشن لأنه المومنت constant 300 نيوتن متر وهذه دلتا تي. وتساوي. at state two. أصلاً هو طالب مني الأوميجا فالأوميجا عندي هون للويل النون نكتبها صح سو هذه النون بالتالي I need to find it طيب هذه معي 300 هذه اللي هي 6 seconds خلينا نتأكد من الأرقام yes 300 نيوتن متر الدلتا تي 6 seconds الاي سي بدنا نحسبها لانه انا اللي معاي حسبناها طلع ايش اللي حسبناه with respect to centroid نقطه او هي نقطه السنترويد هذه ممكن ابدلها انا ب جي عشان ما نضل نتخربش وهذه جي وين ما في او بدلوها بجي زهراء ايش رايك راح تساوي الاي جي زائد 30 في 6 بالعشرة تربيع اي جي زائد الماس بي ار تربيع اللي هي 30 في 6 بالعشرة تربيع بي سكويرد صح؟ شكل المعادلة بتحكي لي صحيح اي جي احنا حاسبينها 4.8 بلس الماس 30 والديستنس 6 بالعشرة 0.6 متر وتساوي 15.6 very good طبعا هنا انا بستعمل طول الوقت السكيلر لانه يعني الاتجاهات معروفه فهلا اذا برجع وبحسب الاوميجا سو الاوميجا تساوي 300 ضرب 6 seconds divided by 15.6 وتساوي 115.38 115.38 راد بير سكند اوكي يس اكزاكتلي
تمام شباب. So yeah, هذا نوع من الأسئلة ممكن يجي. وتخيلوا قديش ممكن يجي combination مع previous chapters. يعني هنا إحنا قدرنا إنه نلغي الفريكشن فورس، ولكن ممكن نروح ونستفيد من شابتر 17 عشان نوجد الأنونز في معادلات الإيكويجن أوف موشن، كيناتيك إيكويجن أوف موشن. خلينا نشوف another problem نختم فيه، ولا خليكم إياه تحلوا. شو رأيكم نحله ولا يا ريت لو تحللنا إياه. اوكي يا ياسر. طيب gears A and B، هنا هنا two gears، هذا gear A وهذا gear B. لاحظوا انهم مثبتين من المنتصف، ولكن they are rotate. Of mass 10 kilograms، so gear A 10 و gear B 50 have radii of gyration about their respective mass centers of. So هذا radius of gyration of gear A, radius of gyration of gear B. وبالتالي أقدر أحسب IG و IB. طيب if gear A is subjected to the couple moment M equal to 10 newton meter. So هذا عليه moment، هي مكتوبة. Determine the angular velocity of gear B. So هذا أكيد حيلف بهذا الاتجاه، بالتالي هذا حيلف عكسه. So we need to find omega. Determine the angular velocity of gear B. Omega B. 5 seconds after it starts from rest. Again. ضف لي هذه التفصيلة الصغيرة، بالتالي بعرف أنا عندي moment، عندي velocity، عندي time. بالتالي هذا الكومبينيشن بيحكي لي إنه روح استعمل the principle of impulse momentum equation. طيب احنا في قوانين very very well known للgears، two gears in mesh متذكرينهم. If we have two gears in mesh ايش البروسيجر؟ الفي tangential لانهم متساويين، tangential velocity equal، بالتالي omega a r a تساوي أوميجا بي آر بي. وانس إنه الأوميجا بي هي النون أو الأوميجا إيه، خليها هذه المعادلة نشوف كمان شوي متى حتلزمنا. okay. ولكن هذه general information. لاحظوا إنه radius given أوميجا إيه النون وأوميجا بي مطلوبة من السؤال. تمام. طيب عشان نحل سؤال زي هذا بحاجة إنه إحنا نجزه. كيف نجزه؟ يعني نيجي على gear A وبنرسم له diagram state 1 state 2 والباث ما بين 1 to 2. so هذه A، ما في داعي نضل نكتب A. so خلينا نكتب هنا on top of it gear A وخلصنا. أوبس، كل الجير المسألة. So هذا for gear A. طيب نيجي على الرسمات هذه وبنيجي بنرسم linear momentum والangular momentum. خلينا باللون الأحمر. طيب 5 seconds after it start from rest، واضح جدا إنه state 1 إيش ماله؟ if it start from rest do we have linear or angular؟ لا صفر. لا بس قبل شوية حددناها لأنها كانت أول مرة، فكويس إنه يعني تعرفوا كيف بنشتغل الأشياء. so state 1 there is nothing، عشان هيك لما نروح كمان شوي على المعادلات ما راح نكتب إشي we'll leave it empty. طيب state 1 to 2 what do we have؟ زهرة المومنت في تي اللي هي المومنت في 5 والويت في تي كمان والويت في التايم. very good.
بس that's it. لاحظوا إن نقطة A نقطة تثبيت، ففي عليها reactions، في عليها reaction AX، في عليها reaction A Y، نقطة تثبيت. You cannot ignore it. ومش بس هيك، في عنا كمان reaction جاي من gear B. لاحظوا الجير A بيأثر على جير B بريأكشنز، وفي قوة معاكسة. Okay. فإذا فرضنا هذه الاتجاه الرياكشن فورس من B على A نضربها في التايم فتعطينا هذا القيمة. تمام؟ زي ما في رياكشن from here في رياكشن معاكس من جير B. Okay. رياكشن فورس والرياكشنز اللي جاية من تثبيت الجير at A. So هذول كلياتهم from state 1 to 2. طيب state 2 what do we have؟ طب دكتور مش AX و AY لازم ينضربوا بالتايم؟ Yes, AT. Yeah, all of them. Any force بدك تكتبها بدك تضربها في التايم. Excellent. طيب state 2 what do we have؟ Do we have linear momentum؟ لا لا ما في لأنها مثبتة من المنتصف. طيب do we have angular؟ Yes. So هذه h2 we have h2. So خلينا نروح directly، واضح إنه معادلة linear مش راح تفيدنا كتير، خلينا نروح directly على معادلة angular momentum وخلينا ناخذ ال summation of moment with respect to the centroid نقطة التثبيت نقطة A عشان تكنسل كل القوى okay. خاصة الـ reaction AX و A1. طيب فإذا بروح بطبق المعادلة HA state 1 plus summation integration moment A DT تساوي HA2. H1 اتفقنا عليها 0. هلا بنيجي نسأل حالنا إيش عندنا مومنت external moment or forces بيعملوا مومنت about A. What do you think؟ هات نكبرها هاي. So reactions for sure مالهم هذا الرياكشن AX و AY will wait لأنهم كلياتهم passes through A ما هيعملوا. ياسر الاف تي اللي راح تعمل، واحنا نسينا شيء كثير مهم باي ذا واي الروتيشنال اور الدايركشنز. سو هذه الاكس الواي خلينا نختار هذا الروتيشن الكلوك وايز هو البوزيتيف دايركشن. اوكي طيب نرجع للمعادله الاف تي. سو الرياكشن خلينا نغير القلم احسن أنا يدوب شايفه. The force, the reaction, the time. Okay. عشان يصير moment بالR اللي هي الRA. و positive or negative? Positive. Negative. Counterclockwise. Malcolm. طيب, do you have anything else? المومنت 10 نيوتن متر. Yes. So هذه المومنت again هتعمل مومنت about A. So plus clockwise الM الاكسترنال مومنت في التايم. Very good. Multiplied by الHA واللي هي عبارة عن الIA multiplied by omega A. خلينا نعوض أرقام. الفورس unknown okay reaction force unknown so minus the time given اعتقد كانت 5 seconds yes 5 seconds so 5 multiplied by distance or radius للجير A وين الكرسر اللي هي 80 millimeter ولا هذا radius of gyration yeah so 0.1 صحيح. So RA اللي هي 0.1 multiplied by force plus
المومنت، احكوا معي كم المومنت؟ 10 10 يا وعرس كمان موجود multiplied by delta t اللي هي 5 seconds وتساوي الاي اي وين نكتبهم هون radius for mass moment of inertia بالاعتماد على radius of gyration اللي هي الماس في الـ Ka squared كم تطلع هذه؟ هي عندنا هذه 80.8.08 squared multiplied by 10 كم تطلع؟ 0.064 كيلوغرام متر squared والـ IB اللي هي الماس في الـ Kb squared كم تطلع؟ 1.125 Very good. Kilogram meter squared. طيب نرجع. So IA point 0.064 multiplied by omega. لاحظوا هذه المعادلة فيها two unknowns. بس خلينا نرتب المعادلة أكثر. So the term 0.05 وهذا term 50 okay, خلينا نسميها معادلة واحد هلا نفس الشيء بنروح بنعمل for gear B وبنرسم نفس الرسمات هذا جير بي اوكي وبما انه start from rest في state 1 there is nothing في state 1 to 2 what do we have 1 to 2 شو في عندنا الويت والرياكشن بس الويت والرياكشن والممانعة على النقطة المشتركة بين. Very good. So the weight at the asphalt, the reactions. Okay. وفي عنا القوى المعاكسة FT. Okay. والstate two. هذا حيلف. H two clockwise. Okay. So the means بنطبق ال angular momentum. هذه zero. Plus, إيش في عنا مومنت؟ طبعاً about B. إذا أكتب المعادلة, summation of moment about B. So إذا عملنا المعادلة, هذا الفورسز حيشطبوا. شو بضل عندي؟ FT في الراديوس. Positive, negative. Positive. شو؟ إحنا على نفس الكود الأولى. يا yeah, نفسه نيجاتيف حيكون نيجاتيف سو نيجاتيف الاف في التي وتساوي نيجاتيف اي جي 2 او اي جي بي في اوميجا بي اساس الرياليس دكتور تضرب فيه اي بي ايش اجين نضرب في الرياليس ولا ضربت Yes, هنا multiplied by RB. So here minus with minus positive. Okay, the IB already احنا حسبناه. So خلينا نكتب هذه المعادلة in terms of force. وتساوي the IB اللي هي 1.125 divided by the time اللي هي 5 second. The RB اللي هي 0.2. وهذه تساوي multiplied by omega b هذه معادلة أو قبل لا نسميها معادلة احسبوا لي هذا الفراكشن الواحد بوينت 125 في omega b yes صحيح so 1 point 125 نفسها يا اوميجا بي
Very good. هذه معادلة اثنين. Now معادلة واحد واثنين راح نعوضهم inside each other. بدل ال F هعوض 1.125. So هات نعوضها here directly. minus 0.5 multiplied by بدل الاف حنبدلها ب 1.125 اوميجا بي plus 50 وتساوي 0.064. لاحظوا انه معادله واحد واثنين كان فيهم 3 unknowns، بعد ما عوضناهم inside each other ضل عندي 2 unknowns. So still we need an extra equation. الاكسترا equation هذه منين بجيبها مهند؟ هي الأوميجا A R A يساوي أوميجا B R B. Very good. إحنا we are interested في أوميجا B، so هنكتب هذه المعادلة this equation هنكتبها in terms of whom. ها شباب in terms of whom. أوميجا B. أوميجا A. We are interested in أوميجا B، so we write it in terms of أوميجا A وتساوي R B. اللي هي كم؟ R B 0.2 divided by 0.1 في أوميجا B، okay، واللي هي تساوي كم؟ 2. هذه معادلة 3. Now we'll substitute equation 3 in equation star. هذه احسبوا لي إياها، هذا الترم. So هذه plus 50 تساوي 0.064 multiplied by 2 omega b. هذا حسب هذا الترم. تو 50%. 0.5625 مبسوط. وبالتالي ماينس طبعا. بالتالي اذا بحط الاوميجا بي ان وان سايد everything else in the other side اوميجا بي هتصفي بتساوي مين حسب اللي اياها نشتغلها مع بعض مش صعبة. 72.4 72.4 rad per second. ولو بدنا نروح نوجد الأوميجا A سيمبلي بنروح بنعوض بنقسم أو بنضرب هذا الرقم باثنين. خلينا نشوف final answer. yes الأوميجا B 72.4. Okay. ولو بدنا نحسب الأوميجا A فقط هذا الرقم نضربه في اثنين بيطلع لنا الأوميجا A بس، ولكن هي غير مطلوبة. تمام. So yeah. So that's it. The conservation of momentum هذا ما راح ناخده، كنا نعطيه سابقا بس ما في وقت، يعني هي المحاضرة خلصت كمان. So that's it. هذا آخر مكان حنوصله بهذه المادة أبعد مكان. وبالتالي هيك بنكون ختمنا الكورس هذا together. وبصراحة أنا جدا محظوظ إنه إجاني نوعية طلاب زيكم، يعني كثير انبسطت معاكم بهذه المادة، يعني كلمة حق تقال. وبس بدي أذكركم بالأنونسمنت اللي كنت أحكيها. الفاينل خلينا نعمل سكرين شوت أرجيكم أنا إيش بحكي. الفاينل أعتقد صرتوا عارفين بس للتذكير، وحنشر أناونسمنت كمان. الفاينل حتكون بتاريخ 20/5 بعد العيد إن شاء الله. داينامكس من الساعة 10 للساعة 12:30.
طبعا تفاصيل الجلسات والتفاصيل الثانية بنشرحكم إياها later on. شكرا يا مرشود. هلأ في كمان announcement اللي هو بالفاينل. أنا تعودتكم إنه أنا وياكم نتواصل عن طريق المسنجر خلال الامتحان، بس على الفاينل رح أبطلها هاي العادة. حنقترح إشي جديد اقترحوا علي زملائكم، إنه نيجي ونفتح المحاضرة، نفتح الزوم لينك ويكون التواصل مباشر تجنبا لأي خطأ ممكن يصير في نص الأسئلة. إذا حدا عنده سؤال لسيمبل مش واضح، يعني هذه الأسئلة المسموحة. تمام؟ فاللي بدي اياه منكم إنه نفتح الزوم ميتينج وتفتحوا كاميراتكم كمان، اوكي اشوفكم وانتم بتحلوا، واذا حد عنده اي سؤال مباشر يسال. هلا في طلاب يعني ما بيحبوا يفتحوا كاميراتهم، اتس اب تو يو، بس يعني بدي اياكم تكونوا كلكم موجودين. تمام، كلكم تكونوا حاضرين، اسماءكم كلها موجوده امامي. اللي بيفتح كاميرا اعطيه بونص. تمام، سو اتس اوبشنال فتح الكاميرا. اللي حاب يفتح كاميرا اوبشنال، بس بهذا الاوبشن حياخذ بونص حضيفه على علامه المشاركه. جزء منكم سالوني على علامات المشاركه، العلامات المشاركه حتنزل مع الفاينل. سو انتم اللي نزلكم سو فار الميد تيرم والكويزز، بضل عندنا الفاينل الامتحان الفاينل، وبضل عندنا البارتيسيبيشن والاتندنس. تمام، سو حتكون بونس ان شاء الله على البارتيسيبيشن والاتندنس الفاينل. نفتح الكاميرا، نفتح الميتنج زوم اللينك اللي معاكم، واللي بيفتح كاميرا حياخذ بونس ان شاء الله. تمام، سو ذاتس ات فور ذس كورس. اول مره بنحكي فور ذس كورس، واذا حدا عنده سؤال على الخاص يبعث لي، إذا حدا عنده استفسار كمان على الخاص يبعث لي وأنا إن شاء الله بجاوبه. معاكم تسألوني من الآن طبعاً excluding إجازة العيد لحد يوم 19/5 قبل الامتحان بيوم. يوم الامتحان ممنوع حدا يسأل، أصلاً ما في وقت للأسئلة، يعني الامتحان على 10 بالدقيقة. وأي إشي له علاقة في طبيعة الامتحان، عدد الأسئلة، كيف الأسئلة حتيجيكم، كل هذه حننشرها later on في الأيام الجاية. تمام؟ سعيد جداً بتعليمكم، وإن شاء الله بنشوفكم مهندسين عظماء، وبنشوفكم طلاب دراسات عليا، لأنه ما شاء الله النوعيات الموجودة جداً متألقة. ياسر دكتور، بس سؤال صغير، هلا رح تكون على ماده الفاينل من بعد الميد تيرم ولا كل شيء؟ كمان حننشره بانونسمنت قريب. تمام، شكرا كثير دكتور، يعطيك الف عافيه يا رب. الماده حنحكي عنها، الماده الانكلودد سو فار ايفرثينج از انكلودد، ولكن اذا في شيء مباشره حنحكي لكم اياه within this week ان شاء الله، عشان لما اذا في حدا بدا يدرس يكون عنده خبر من الآن إذا في إشي ديليتد. عادة إحنا بنحذف الشابتر الأول شابتر 12، ولكن إذا في إشي بدنا نشيله على طول بحكي لكم هذا الأسبوع. إذا ما إجاكم أي إشي هذا الأسبوع ذكروني. تمام، ذكروني إنه أعملكم announcement. تمام شباب، questions inquiries. يعطيكم ألف عافية ونشوفكم إن شاء الله على خير بالجامعة. ابقوا مروا وسلموا، يعني في طلاب من الفصل الماضي بمروا بسلموا، فكويس إنه نتعرف عليكم، لأني صدقاً ولا بعرف حدا فيكم تقريباً. تمام، يلا السلام عليكم. سمو إيدك دكتور، مع السلامة. الله يعطيك العافية دكتور. يا هلا.